السلام عليكم أصدقائي، جيت نقول لكم واحد الخبر خيب بزاف. مع الأسف ومع كامل الأسف، الهامستر ديالي وقع لها إجهاض لأنها جاتها ولادة مبكرة النهار اللي قبل الولادة. جهضات وجهها نزيف وبدات كتولد، مع ان الوليدات مازال ما خاصهمش يتولدوا هذاك النهار، وما قدراتش تولدهم بوحدها، جاها عسر في الولاده. وانا حاولت ما امكن انني نعاونها ودرت معاها جهدي كامل، لدرجه انني ولدتها بايديا وحاولت نعاونها باش تخرج وليداتها حيتاش ما قدراتش تخرجهم، وحاولت باش انني نرفع لهم الحراره ديالها لان الحراره ديالها انخفضت بزاف، ودرت لها كمادة ديال مدافي باش نحاول انني نسخنها وندفيها. ولكن مع الاسف ومع كامل الاسف، قدر الله وما شاء فعل، ماتت مسكينة. وانا الصراحة ما سخيتش بها حيتاش هي عزيزة عليا بزاف بزاف، ولكن هادشي اللي قدروا علينا الله.